لك أكثر واقعية بمقاربة المقترح اللي مقدمينه القوات اللبنانية. رح انتقل للسياسة، لتصريح اليوم صار عمل ضجة وتطلب رد من النائب إبراهيم نينوى والنائبة حليمة قعقور. هل هن هالقد بعيدين عن الواقع بحسب ما وصفون رئيس حزب القوات اللبنانية برأيك زملائك؟ لا أبدا، يلي بتصور التقييم اللي عمله تقييم مشحف بحق إبراهيم وحليمة، وثانيا نحن على تواصل معهم وبتصور عم بيتعاملوا كثير مع واقعية وعندهم قراءة خاصة باللي عم بيصير بالبلد، ومن كثير بعيد عن القراءة اللي بيعملوها هن بالبلد أو اللي حكيوه. برأيي اليوم ما في معارضة موحدة بالأجندة والرؤية على المدى البعيد، وهيدا اللي شفناه من نتيجة الانتخابات لحديت اليوم. في طروحات موجودة، القوى التغييرية عندها طرح تغيير أكثر جذري، وهي منا مسؤولة عن الفدائح اللي صارت قبل، فيعني كل واحد يقيم تجربته بيكون كافي. نحن مستعدين على التعاون مع الآخرين بعدد من الملفات ومن القضايا، إنما ما له حق حدا يقيم آخرين بممارستهم أو بقناعتهم السياسية. إذا عم بيزيد المطالب ما بيكون خرج من الكوكب. الهجوم عليهم بهذه الطريقة هو إشادة بمن يتلاقى معهم بالسياسة مثلك مثل زملاء موجودين ضمن هذا التكتل التغييري؟ بتشوفها كإشادة يعني، ولا بتشوفها ك يعني حتى محاولة تفرقة إضافية ضمن هذا المعسكر رغم كل خلافاته؟ لا، بقول لك أنا اليوم أي تعرض لأي زميل تغييري بعتبره تعرض لإلي شخصيا، يعني أنا أبدا حتى لو بتوافق مع القوات بعدد من النقاط وبنقدر ننسق مع بعض، إنما اليوم عملنا كتغييريين منمثل حالة شعبية مشتركة، هيدي ما في حدا يتنكر لإلها. وأنا بصر أنه نحن في واجب اليوم على كل القوى الحريصة بلبنان على تغيير الوضع القائم، خاصة من المنظومة المتحكمة بالحكومة ويلي معلقتنا يعني بكل هيدي القرارات بقصة تغيير الوقت وتلزيم المطار وإلى آخره، وهول كلهم عم بيعملون نفس الناس. والحفلة اللي شفناها اليوم بالمجلس مع سامي جميل وآخر، هيدا العقل يلي بعده معتبر أنه هو له حق يعطل المجلس ويفرط نصاب انتخاب رئيس ويلزم مطار ويعمل كل هيدا. برأيي نحن والقوات وآخرين في واجب أن نرتقي لعدم التلهي بهيدي التقييمات ونركز على المعركة الأساسية اللي هي إنقاذ اللبناني. طيب أنا معروف موقفك من هو خصم لك في السياسة واللي ذكرتهم هلا، بس يعني بدك تسمح لي أنه يعني أسأل أسئلة حول من تتقاطع معه بهذا الظرف السياسي. في حديث كتير على أنه رئيس حزب القوات اللبنانية تمكن خلال هذه الفترة من تنصيب نفسه قائد لجبهة معارضة وابتلع معه بعض النواب التغييريين مثلك مثل النائب وضاح الصادق مثل النائب ميشيل دويهي. هل تحول أجزاء من هذا الفريق مثل ما يتهم كمان أشخاص يعني مثل النائب حليمة قعقور والنائب إبراهيم نيمني من قبل القوات اللبنانية على أنه تحولوا أيضا إلى بيادق في المشروع المقابل؟ ليك أنا برأيي هيدا يعني هذه كلها باتهامات وتصنيفات، لأنه الناس دايما بتحب تحط بخانة 14 و8، وإذا شفت حزب قوي لازم تكون بس ما في مادة منه. في مادة عم تتقدم لا أبدا، نحن لما نعمل شيء له علاقة مثلا بتحقيق 4 آب اللي صار الام في القاضي غسان عويدات والباقيين، حليمة وابراهيم وانا والباقيين مضينا مع القوات 46 واحد. إنه وكمان لما كان عم ينحكى عن الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مضى 42 نائب من بيناتهم، نحن كمان هيدي موقعين عليها كلياتنا. فبأكثر من محل لما دخلنا على قصر العدل وعملنا التحرك دخلنا سوا مع القوات ومع الكتائب ومع التجدد ومع آخرين ومع شرب المسعد ومستقلين، كلياتنا مع التغييريين دخلنا. أنا برأيي التغييريين ما رح يقدروا ولا بأي شكل من الأشكال القوى الثانية تعتبر خرقتهم وقعدت. المشكلة عنا لنعترف فيها من ناحيتنا، نحن قدرتنا على التنسيق وعلى العمل كتكتل لازم نرجع نرممها، لأنه هيدا اللي عم بيترك المجال بالتصوير إنه إذا مارك رأيه هيك وحليمة رأيها هيك يعني انقسموا على بعض. لا، لازم يصير في هيدا النقاش، لأنه أنا برجع بقوله وقلتها قبل، بالنسبة لإلي قد ما يكون في خلافات حليمة وإبراهيم بيضلون أقرب من أي قوة سياسية تانية، وهول لأنه نحن خريجين من نفس الحالة الشعبية وكلياتنا مسؤولين تجاه هذه الحالة الشعبية بكل لبنان. فينا نختلف بالآراء قد ما بدنا، إنما واجبنا ننسق، واجبنا يكون عندنا تكتل عنده آلية ليقرر ويصوت ويتفق. بتمنى على الزملاء يمشوا بالاقتراح اللي كنا مقدمينه من قبل إنه يكون في عندنا تكتل مع آلية تصويت.